في أكاديمية محمد السادس، والنموذج للثنائي يوسف النصير الذي ينشط في نادي مرقة. نقاط كافير الذي سقط أمام المنتخب الليبي بالأمس في الثواني الأخيرة. واحد أسماء بإيرفرنار، تمشي الكرة مغربية، فرصة الجول. لا يا حكيم، لا يا زياش، هذه فرصتنا من أجل التقدم في الدقائق الأولى. مبروك لحكيم زياش هذه التجربة الجديدة رفقة فريق كبير، فريق مرجعي، فريق لورين اللي يلعب له أسماء كبيرة، الحجي على الخصوص وكريتيان باصير. هذه كرة مغربية والمتابعة إلى ركنية ثانية لفائدة المونتين الجدد الذين يحملون قميص المنتخب المغربي، من بينهم الاسم الذي ذكرته قبل لحظات يوسف أيت بن ناصر. وضعت كرة الجدال بخصوص الأسماء التي يتم جلبها، فإيرفي رونار أكيد، ونحن نتابع هذه الكرة الخطيرة. هو بكل تأكيد تحضير الخلف، وتلاحظون بأن إيرفي رونار اليوم تعمد من الجهة اليمنى يضغط لاعب يوسف أيت بن ناصر. برافو برافو يوسف، ماذا يفعل ماذا يفعل؟ يوسف له فريدريك أنطونيتي للفريق الأول، بينما ذي كرة أمامية برا لحمزة منديل. حمزة منديل يرفع إيلو، يرفع كرة شميلة، وكان جميلة هذه اللقطة من جانب اللاعب يوسف. شوف مرة أخرى حمزة منديل، يا سلام يا سلام، لو ركز فيها يوسف النصير الذي في طريقه لتقديم أوراق اعتماده كلاعب. سنتابع الكرة مرة أخرى، شوف هنا الارتقاء من جانب اللاعب يونس عبد الحميد، لكن مرة عالية على المرمى منتخب الركنية. وكالعادة أيضا يصعد الثنائي مروان داكوستا ويونس عبد الحميد داخل منطقة الجزاء، معهم اللاعب يوسف النصيري. عموما نتابع هذه الركنية، والحارس أقرب للكرة، أعلى من الجميع، وفي هذه الأثناء فيديل غوميز بالفعل. سلبية النتيجة ومتوسط الأداء، على أمل إن شاء الله نشاهد أداء أفضل والأهداف لتكتمل الصورة وليكون ختام التذكرة. يا ضرار، يلا يا ضرار، هذه فرصة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب المغربي. برافو ضرار، كان ذكيا في اللقطة الماضية، هو اقتنصها، هو اصطادها في منطقة ساو تومي. ركلة جزاء إذا يعلن عنها الحكم فيديل غوميز حكم غينيا بيساو، يصفر ركلة جزاء للمنتخب المغربي. شوف مكر، شوف ذكاء، شوف حكيم زياش يمشي للتنفيذ. هذا هو اللاعب الجديد والنجم القادم بقوة رفقة أياكس أمستردام. يتقدم حكيم، حكيم عن طريق حكيم زياش المنتقل حديثا لنادي أياكس أمستردام بقيمة 11 مليون يورو، عقد يمتد لأربع سنوات رفقة فريق العاصمة الهولندية. هل تسير على الجولة الثانية؟ إذا مرت بسلام على مرماك يا ياسين يا بونو. هذه اللقطة الأولى الأخطر لمنتخب ساو تومي بالعودة لمراد أباتنا. بالفعل مرحلة شك يمر منها في الوقت الذي انتظر منتخب ليبيريا بمدينة فاس، ولكن رسميا تم إلغاء مباراة زامبيا. هذه كرة مرفوعة تبقى مغربية، وتسديدة جول. يا يونسي عبد الحميد، لم تكن محظوظ في هذه الكرة، لم تكن محظوظ في هذه الكرة يا يونسي عبد الحميد مدافع نادي ديجون. شوف هنا المتابعة للكرة الثانية بحمزة منديل، هذا الثنائي على الخصوص. منديل بينما كرة للمميز نبيل درار، نبيل يرفع في القائمة الثانية، مرت جانبي هذه الكرة، رائعة منك يا نبيل يا درار، والتحية تأتيك من حكيم زياش. يعني هنا حاول فيها حكيم زياش على التركي، ننضم لهذه الهجمة، ينطلق مراد باتنا، باتنا ينصيري 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 ينصيري، حاول في الكرة الماضية، لعب هنا الانطلاقة العرضية بعد ذلك، لكن مرة الدوري الأوروبي، فعاطف شحشوح عرضية بالراس، بالراس، الراسية مرت جانبية. هنا كرة كانت عن طريق عزيز بوحدوس لاعب سانت باولي الألماني وابن مدينة بركان، نعم هناك بمنطقة الشرقية. هذا هو عزيز بوحدوس الراسية، نعم
اضطرار لانه متحرك بشكل متواصل في الجهه اليمنى. عرضيه ثاني، جول جول الثاني للمنتخب المغربي. لاعب نبيل درار، الله عليك يا درار، تؤكد كلامي إشاداتي بخصوص أدائك في مباراة عرضية على المقاس يا درار، وبالراس بوهدوس لاعب سان باولي يضع في الشباك. اثنين خطيرة دي، كرة اخرج اخرج يا بونو، اخرج يا بونو، تبقى الخطورة قائمة هنا. مرت عالية، مرت بالسلام، هنا الفرصة والخطورة تأتي من جانبي كرتي الماضية. هذه الإعادة مجددا، انسلال في هذه الكرة من جانب اللاعب أراميس، أراميس، وبعد ذلك هنا يغطي المجال اللاعب حمزة منديل. عودته كانت موفقة بالمغربي بهدفين مقابل لا شيء، الأهداف التي جاءت في الشوط الثاني عن طريق حكيم زياش من ركلة جزيز بوهدوس بعد